عايز اسالك، انا عارف دلوقتي طبعا انه الداخليه اتعاملت مع الموضوع والنائب العام طلع بيان الناس دي انتوا كنتوا تعرفوهم باي شكل من الاشكال؟ يعني في اي علاقه معاهم؟ لا خالص خالص خالص، ولا حد مسلطهم ولا بتاع، ما تعرفوهمش، ما لكوش علاقه بيهم خالص؟ لا ما نعرفهمش خالص. واول حاجه حصلت بعد ما بلغتوا الشرطه وبعد ما شفتوا الكاميرات حصل ايه؟ طبعا الدنيا اتقلبت. وبابا خدوه، ما عرفش عنه حاجه، عشان طبعا لو حاول يجي له اي مكالمه ولا حاجه يتبعوها. بس وانا قعدت بقى مستنيه اي خبر عنه. كان بيكلمك يطمنك؟ كان بيكلمك يقولك حاجة؟ الأستاذ أحمد الوالي بابا يعني؟ اطمني هيرجع إن شاء الله. مين اللي كان قاعد معاكي في البيت ساعتها في الساعات الصعبة دي؟ كل أهلي وصحابي حوالي. احنا شفنا المنطقة كلها كانت بتحتفل بيكو. امبارح كان محله كلها كانت موجوده عند البيت. قولي لي، انت سالتي زياد ايه اللي حصل واتكلمتي معاه كتير في الموضوع ده، ولا انت مش عايزه تتكلمي معاه في الحكايه دي؟ مع زياد ولا مع زياد حضرتك؟ لا مع زياد. بقول لك، انت اتكلمتي بعد ما اتكلمتي مع زياد وسمعتي من الموضوع، بتكلميه تاني في تفاصيل ولا مش عايزه تتكلمي معاه في الموضوع ده خالص؟ لا اعرف ايه هي حاجه كويسه عشان تتعرف. ده كانوا بيهددوا ان هم هيموتوه، هيذبحوه، هيرموه، ما فيش حاجه كويسه قوي يعني. فما تركزيش معاها بقى وخلي الولد يرتاح. نفسيته اصلا متدمره. خلي الولد يرتاح ويعيش حياته عشان ينسى الموضوع ان شاء الله. قولي لي، هو في سنه كام؟ يا ريت اصلا كلنا ننساه. داخل ستة ابتدائي. داخل ستة ابتدائي، بيذاكر كويس؟ الحمد لله. شاطر في المدرسة يعني؟ الحمد لله. احنا كنا عايزين نكلمك علشان نطمن عليكي ونبارك لك ونبارك لزياد ونبارك لابو زياد. احنا عارفين انه ده موضوع صعب، الواحد بيبقى عايز ينساه ويطلعه من دماغه، بس كنا عايزين نسلم عليكي ونطمن عليكي ونبارك لك ان كل الناس كانت حاسه بيكي في اللحظه دي وفي الازمه دي. الحمد لله انا كويسه وبخير. انا سمعت كويس وبخير. بالمناسبه دي عايز اسالك على حاجه، انتوا هتتكلموا مع حد في المدرسه، اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي ولا حاجه، علشان زياد برضو يعدي المرحله دي، ولا هو كويس الحمد لله؟ لا، هي طبعا نفسيته مدمره خالص. هي نفسيته مدمره يعني، هو بيتكلم بشكل بس، لكن كان نفسيه من جوه طبعا اكيد طبعا مدمر طبعا، وممكن يبقى بس ماسك نفسه على الوش كده، لكن من جوه يبقى خايف وقلقان. ايوه، لان هو من النوع اللي هو بيخاف من اقل حاجه. لا ربنا سلم، هو يبان ان هو جامد. ايوه كمل. بيعرف يتعامل، بس هو يعني مش جبان، بيخاف من اقل حاجه. ما هو طبيعي، اقل حاجه بترعبه يعني. طفل في سته ابتدائي طبعا، يعني طبيعي يعني. بس انت بقى شغلتك بقى انك تطمنيه. الحمد لله. ها؟ الحمد لله حضرتك. كنت بتفكري في ايه؟ ما فكرتيش في لحظه، بس هي دي اصلها ايه؟ هي دي الام، وانا عايزك تبقي مطمنه وهاديه والحمد لله كل الموقف ده وكل المشهد الصعب اللي شفتيه ده تنسيه، تنسي العربية والجري وراها، زياد في حضنك هو ده أهم حاجة. الحمد لله هو رجع بالسلامة. الحمد لله. سمعت إنه جاله هدايا، صحيح الكلام ده؟ أيوه. ها؟ جاله إيه بقى؟ جاله لابتوب وجاله ملابس. طيب، الناس كلها اهتمت بيه، من الضابط الشاب والمباحث والرتب
لغايه رئيس الجمهوريه على حسب ما قرينا وتابعنا المشهد اللي حصل ده، ما كنتيش فيه لوحدك، الحمد لله انه انتهى، الحمد لله انه خلص. مش عايز اعطلك عن عن, عن عن زياد وعن اخواته وعن ابوهم، اهم حاجه ان انتوا تبقوا قاعدين مع بعض دلوقتي، واهم حاجه تحصل ان انتوا يعني ايه تطمنوا بعض وتعدوا المحنه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ست ايمان الف الف مبروك. راجع المدرسه امتى زياد؟ ان شاء الله على حسب ما بيقولوا على اول 10. على اول 10 ماشي، خليكي معاه بقى خليكي معاه وذاكري له بقى كويس. علم. ربنا يفرحك بيه ويحفظه دايما ان شاء الله. ربنا يخليكي. شكرا يا ست ايمان، نورتيني يا رب. شكرا. نورتيني والف الف مبروك والف حمد لله على سلامه لزياد. سلمي لنا على الاستاذ احمد وسلمي لنا على زياد. الله يسلم حضرتك. الله يسلمك. الست روحها مسحوبه ورجعت، فلسه نفسها حتى مش عارفه تتكلم. الواحد مقدر طبعا اللي هي فيه، بس حبينا ان احنا ده مش من باب بصراحه يعني، ده مش من باب التغطيه الاخباريه، لكن من باب المشاركه. اللي يخص طفل وبيمس طفل في المجتمع المصري كله بيتبقى متفق على انه مهم، ولازم اي ضرر تحاول ترفعه عنه، ولازم اي مشكله تحاول تعالجها. وده فعلا كان نوع من المشاركه والتهنئه للست ايمان، ست ام زياد ولابو زياد على انه رجع بالسلامه الحمد لله.